الله الله مايسترو ما كانش لازم. ويا ليلى جيتك بدخيل طالب فضلك يا شرعية تحت السنجق والقنديل أما ويش المنوبية. يا ليلى جيتك بدخيل طالب فضلك يا شرعية تحت السنجق والقنديل أما ويش المنوبية. يا ليل ده ما احلى قعدتها طالب فضلك يا شرعية واللي كتاب على ركبتها طالب فضلك يا شرعية. اه يا ليل ده ما احلى قعدتها طالب فضلك يا شرعية واللي كتاب على ركبتها طالب فضلك يا شرعية. هي امي وانا وليدها ونقول عندي ام البيا وانا جيتك بمحمد ثغري تاع المنوبية. يا ليلى جيتك بدخيل طالب فضلك يا شرعية تحت السنجق والقنديل بابا ويشاويش ودي. يا وساكنة في منوبة يا محبوبة ساكنة في منوبة والقعدة راهي منصوبة وبخورها في المجمرة يا السيدة نغارة سيدة يا نغارة يا السيدة يا نغارة نغارة يا السيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا السيدة
كانت سهريتنا متواصلة ومازال الفن والجو مع ضيوفي اللي نوروني الليلة، ليليا الدهواني، ليليز الأحمر الجميلة نورتني يا ليلى، نورتني وليد بيان سور منورنا، وكامل الفريق بربي تحية كبيرة. دي جي أمين تركي. باش نحكيو شوية مع ليمن، قلنا شنو جبت لنا اليوم الفقرة الجمعة اللي فاتت، الناس جلبت انتباههم، دونك شنو عندك جديد حلقة اليوم؟ باه اليوم جبت لكم أغنية سبيسيال شوية. الأغنية هذيا تعرف في العرس نتاعنا ثم هاك الصبايا اللي يخدموا في العرس، اللي جون في البنات والبنات العام وكل شيء، يخدموا برشا في العرس ويتعبوا برشا. اي جيب هذه، جيب جراية لعمتك برا، رضي خالك ما تغش خاطر جاتو شحمه مش لحمه، الجو هذاك الكل. اي دونك كي تكمل السهريه تبدا سهريه جديده، اللي هما يلمدوا بعضهم البنات خاطر يحسوا رواحهم اللي ما عملوش جو وكل شيء، يلمدوا بعضهم في بلاصه واحده ويجيبوا اي حاجه يعملوها دربوك، طاوله، كرسي، صحفه، سطل، اي كل شيء، طنجره، اي حاجه بالضبط مقفول، ويبدو يغنوا في اغنيات مزيانه برشا، وبرشا اغنيات خرجوا من غادي، وبرشا كلام، وبرشا حاجات. الاغنيه اللي باش نسمعها تو هي خارجه من غادي. يلا نشوفوا الفيديو ونرجعوا. يلا جنوب وأهالي تونس الكل من بنزرت البنقردين. حكي لنا على الفيديو هذه سيدي. هذه في اطار بروجي اسمه بخورات. بخورات كي لمدنا ليزارتيست اللي عندنا اصدقائنا وكل شيء، وقلنا هي مع بعضنا نخرجوا حاجات. دونك البروجي هذا فيه برشا مغنيين، اللي كانت تشوف فيها تغني هي انس بن سعيد صديقتنا، والجروب العازفين كلهم اصدقائي بخورات، وانا عملت التوزيع نتاع الاغنيه والتسجيل نتاعها. داكوغ. دونك فوالا خرجنا برشا اعمال كيما هكا، ما تصير شويه افريكانو هكا، ما نعملوش ليميت. حلوة. الكلام التونسي خارج من تونس، خارج من حنا من قدانا، وبعد وين تهزنا تهزنا، ساعات تهزنا الافريك، ساعات تهزنا اللاتينو. هذا هذا بربي ليمن العرض اللي قدمته ما جاوبوكش عليها. اي هذا هو بربي. شفت بربي الطاقات اللي عندنا وليزارتيست لي جون زارتيست ليليا كيفاه، معناتها شنو اللي باش تقول؟ شوف شي خرجوا، شوف شي عندهم، معناتها امكانيات باش يخرجوا، معناتها الله غالب. سمعت بيه عرض بخورات، سمعت بيه شنو اللي صاير في الدنيا بصراحه. عرض حلو برشا بخورات، ولا تو سميت ذكرت ورجعت، يعني مشينا لقبلي غاديكا في بشني، بقسمه بشني في الصحراء تاع قبلي عرضنا، فما شكون غاديكا عازف ممتاز في قبلي اسمه غسان حنين، قدم له تحيه. قال لي عندنا معاكم هذول غسان صديقي، صديقي قال لي عندنا عرس بخورات راهو يقتل وليد طياره برشا، في شقاشق ولا فرود شنو حلو. وايمن ديجا راهو عازف، ودايق احنا الحلقه اللي فاتت ما عادش كنت فرجت، جاب لنا اله، شنو هي الاله هذيك؟ البابغايو. اللوب، لوب ستيشن، ماكينه تعاود نجم يدور تونس كامل. علاش؟ ايوا سي تاع انفلونسور في الموسيقى، يخدم معناتها مع جماعه الشمال يعرف شويه جنوب، وجماعه الشمال الغرب يعرف شويه، خلي يدور نعرفوا بعضنا. علاش؟ اكيد اكيد ان شاء الله. ناقص التمويل، ناقص التمويل
والله ما نسولش حاجه غالي برشا العرض ما يفوتش 15000 دينار نسول العرض هذاك لا ما احنا عرفت ديما ما ترتوش برشا يتبيع ولا يتبيع وحلو برشا ما يستحقش هما يقول لك ليه النوعيه نتاع العروض هذوما شنو اللي قلت النوعيه نتاع العروض هذوما ما تستحقش برشا تمويل يعطيك الصحه لا لا الامكانيات تمويل شو شو الامكانيات هذا شنو نحب انا الامكانيات ما عندهمش معناها واحد باش كيما مثلا لي جون في تونس توا الفنانين ولا اللي العازفين ولا المبدعين ولا اللي عندهم افكار في سياق معناها هذايا الفن وكل شيء راهم ناقصين تمويل ما عندهمش كان جا عندهم فلوس يخرجوا ويدوروا ويمشيوا ويشوفوا معناها تراث مثلا بتراث بيجا تراث جندوبه تراث الكيف تراث الجنوب تراث الشمال تراث الوسط معناها وما نعرفش كيفاش ليه تونس شو عاد المعبي عندنا موروث عندنا خابيه كبيره ولا خابيه صحيح لكن ادعموا الشباب وزاره الثقافه تعمل صندوق دعم للفنانين الشباب راهو الفنانين سامحني ليليا من عام 90 ما نتجتش ولا من عام 2000 ما نتجتش فلان من عام كذا ما نتجش من عام خاطر هما جاوا في باوك مزيانه على الاخر ونجحوا وتشهروا بالكدا بالكدا ما عادش مستحقين توا باش يتشهروا لكن احنا توا الشباب الفنانين الصغار رانا ننتجوا من جوبنا راه مش كيما مثلا ليليا كي تخدم في عرس ولا فنان في القيمه نتاع ليليا باش تخدم لك مثلا نمرو ب 3 ملايين ب 4 ملايين احنا رانا ما نوصلوش هبط علينا الفيسكي قد ما نخدموا معناها اللي يخدموا هما في ليله ولا في ليلتين نجم يسجلوا به غنايه ويصوروا كليب احنا نخدموا برشا ليليا قد لك اي باش نهبط عليه فيس اي هبط علينا طيب فيكس 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 دونك معناها يلزم بالحق اذا كان احنا معناها ما ناخذوش دعم من وزاره الثقافه منين باش ناخذوه الدعم شكون باش سامحني في بلاصه باش نجيبوا كلكام من مصر ولا من الدمنين او عندنا عروض نتاعنا يا خويا عندنا بخور عندنا برشا انواع اخرين راهم تاع عروض يعني فين كي تتفرج هكا تحس فما تونس إيه ما تعرض توا كيما هكا وليد بتاع بخورات معناتها جو مي دوموند انا علاش مش قاسم. موجود يعني علاش موجود علاش الطاقه هذيك تقبل يعني كله طاقات شبابيه ومحليه والله محليه ونجيبوا من الموروث نتاعنا ونجدوه وحاجه ما ياكل كلام حلو ما فيش كلام غير قول يا بنيه احكي لي على اللي صار لك ودرا شنيا حلو محلو كلام محفوظ بالبلد حاجه باهيه علاش حاجه خفيفه علاش ما يدورش ان شاء الله تبدل العقليه ان شاء الله تبدل العقليه خلينا نسمعوا سموحه ما سمعناهاش اليوم تغني لنا باش تغني لنا عندك جديد يظهر لي اي جديد دونك غنية سمعت انت شنو اسمها اللي عنده شاكي صبه اللي عنده شاكي صبه مع سامحنا يلا Oh.
يعطيك الصحة سماح. يعيشك يعيشك. مختار كبسي. مختار كبسي. مختار حلوة برشا الغنية، حلوة برشا واللي عندها شاكي صبة. جميلة، تحسها ميساج الغنية. ميساج على الأخر. على الأخر، شفتوا راهو التوانسة يحبوا الأغاني هكا اللي فيهم ميساج نتاع الكلاش نتاع عندهم ميساج يحبوا يوصلوا. أن توكا إن شاء الله بالنجاح. يعيشك هي كلمات وألحان رضا شعير. وتوزيع مختار كبس. تحية كبيرة للعميل خرزوز. دوما ما ينجموش ما ينجموش. حتى انا نسمع من بكريكا وقلت مستحيل تكون خدمة ماهيش خدمة مختار خاطر ستيل مختار في وما فماش غناية ما شاء الله ما خدمها ما فيش جو. فيه جو جنوبي زادة. يعطيك الصحة. عندها شوك يصب. تحسها فما ديفي. تحية زادة لرضا شعير. شعير كل. دار شعير كل صاحبي شعير ورضا شعير. لا برافو باش مبروك. يعيشك يعيشك جديد ان شاء الله باش يكون مع صاحبي شعير ان شاء الله قبل الصيف. ان شاء الله يا ربي بالنجاح. وعلى ذكر الشيك انا عندي حكايه ماذا بيا نحكيها ما دام احنا ملمومين. تعرضت مؤخرا لعمليه تحير. انا وبرشا ناس اون فيت مانيش باش نطول عليكم. فما شركه جوست انا نغتنم الفرصه ميلان بمبر هذا من قناه تونسنا من برنامج سهريه نغتنم الفرصه باش ننبه برشا ناس خاصه البنات اللي عندهم طموح تحب تخدم في الموديلينغ في الفن في التمثيل والا في تقديم البرامج والا في الصحافه. ردوا بالكم فما جروب متحايلين من مصر قاعدين يتصلوا بالبنات على الانستغرام في انستغرام ويتصلوا على الواتساب ويقولوا انهم يتعاملوا مع شركه نتفليكس وانهم من شركه انتاج نتفليكس وانهم يتعاملوا مع حسن الشافعي. فما شكون يكلم من تليفون من واتساب على اساس انه حسن الشافعي. دونك انا كنت تعرضت للشيء هذا كيما برشا من زميلاتي في المجال الاعلامي من الممثلات من لي موديل والا من كل المجالات والا المغنيات زاده. دونك ردوا بالكم راهو كان فما حاجه باش يخدموها صحيحه راهو ما يتعاملوش بالطريقه هذه وما يكلموكمش على الواتساب. هذا حبيت جوست قوس بين قوسين حلوه وجست نحب زادة نعمل دوره ونسال هل فما شكون من الحاضرين والا من الفريق تعرض الى عمليه تحير؟ اي سير اي سير سيرتو دو ميل موزيكا يجيك ساعات يقول لك دبر لك كونترا دراوين ولا حفله دراوين تمشي تلقى على حفله تلقى حتى شيء يجيب لك الافيش راه هو جوست على العباد يعني فما ترافيك تاع ديفيزا فما يعني يعدي لك فرقه فيها 10 من الناس ومن بعد يقول لك لا اجي راه فرقه دبرنا فرقه بحكم انت عندك احتراف هذيك تاخذ بها رخصه الحفله تلقى فرقه ما تعرفهمش انت ديجا ناس جايب الفلوس ماخذين فلوسهم باش هما باش يسافروا على الرويع مش باش يعزفوا لك تلقى روحك انت غاديك وين الحفله يقول لك لا انا لي الحفله تلقى روحك خدموا بيك عملوا بيك كونترا فيزوا بيك خذوا الفلوس وما تخرجش ساعات تلقى روحك في طقس ثلج الدنيا ثلج وين الحفله كاين حفله يا ولدي يقول لي برمجوا فيها. اما وليت توا راهو بالديجيتال وباللي ريزو سوسيو وليت عمليات التحليل اقوى واكبر راهو. فوالا يرد بيه الواحد هكا. اي باهي خلينا نسكروا القوس هذايا. وليد انت خذيت الكلمه انا باش نوجه لك سؤال. شنو هي القصه بينك وبين نجلة التونسية؟ نجلة التونسية عشيرتي وحبيبتي وكل شيء يعني كاتب لها برشا اغاني فوق توا 15 اغنيه عندي كوكتيلات. نلقى معها راحتي بصراحه يعني امراه مخلصه مريقله نظمه وقتها به صاحبه شده صاحبه شده هي مهمه على الاخر في الدومين. جات كورونا وجات كورونا وجات برشا حزات. تحيه كبيره الى الفنانه نجلة التونسية اخلاق عاليه رجوليه رجوليه الكلمه اللي معروفه رجله 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 بصراحه يعني كي تقول لي باش تسجل ولا حاجه يعني عندها هي الفو فهمت خاطرنا بارل تعمل كلام ولحن نعمل اشراف فني زاد نزله ما تعرفش العازفين الجدد اللي جون طالعين تلقى الغنيه فيني بريس كان على الصوت داير الغنيه اللي تبدا بها العروسات وحفلاتها الكل كتبها لها وليد يقوي سعدك يا عروسه غنيه العروسه كلمات ولحنيه شه شه يا عروسه جا نحضر في المده هذه الغنيه الجديده تاع سيف تسمعها حلوه برشا وعندك زاد السيف عرض باش تفتتح به المهرجانات اللي هو عرض رئيس البحار رئيس لبحار عندي عرض رئيس لبحار لوك اللوجو هذا اللي لبسه يجي يجي لوك فوالا هو الباتريمون نتاع البوليونور يعني عرض وردوني يا اخي ماكش عندي عرض وردوني هذاك ما بين الفرقه الوطنيه الفنون الشعبيه والكستر سيمفونيك التونسي يعني فيزيون العرض هذاك فوالا هذاك العرض علاش فيه برشا عناصر لازم مسرح كبير كما كارتاج حمامات لازم مسرح كبير خاطر فيه ممكن 60 عنصر ويغني معنا ايمن بن شيخه من صفاقس نزار تحيه صاحبي وبلاد غني اوبرا زاده عنا خذينا الفيزيون والاغاني بتاع قلقنا كيما ودوني على قرقنا ولا نموت اغاني قدام خذيناهم وعملناهم بجو جديد برؤيه جديده جا فاهم شويه جاز هكا فيهم فزت حلوين
فهمت نتاع مصير كبار وعندي ليس بحار يعني اللي لم الاغاني نتاع البانليو الكل فوالا سيدي بوسعيد يعني ابا سيدي بوسعيد هو ما عنده اغنيه ليس بحار معروفه فما اغاني اخرين فما ولي اخرين زي سيدي بوسعيد لاله الصالحه فما سيدي عبد العزيز سيدي رحال برشا ولي حلوين اما اغاني في جو نوب الصوفي في جو اللي خمر برؤية جديدة فصل جديدة حلوة هكا إن شاء الله تشوفوها إن شاء الله على فكرة هايفا أنا شخصيا فنان عادل أمين وبرشا فنانين أخرين كي نمشيو للاستوديو باش نسجلوا أغاني نهز وليد باش يصلح لنا النوتات باش يصلح لنا مخارج الحروف واللحن أكيد. انا قداش مره نكلم وليد نقول وليد راني ماشي باش نسجل اغنيه انا النهار الفلاني نحبك بحذايا انا كي يقف بجنبي وليد معناها حتى من 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 ما نخافش حتى باش نغلط مثلا تخرج شي نوته غلطه تخرج لحن غلط بالوقت يصلح لي الاغنيه وتخرج ما شاء الله من الاستوديو يعطي الصحه وربي يبارك باركونتر كان جاي واحد اخر فنان ومعناها وفي في بلاصته هو يقول لك ليه انا شو مدخلني ولا نجيك خلصني هو هاو مش في وجهه الحق يقف عادل 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 يتسمى خويا بصاحبي يعني ما مش بشرط هي على الفلوس والحكايه الغا ماشي في الثنيه غلطه قول له ماشيش هكاك ولا حتى يعمل في ستايل مش موتي يقولوا نحي عليك علاش في استوديو تولي اوترومون كلام جديد ولحن جديد وتلقاه ريتم جديد عليه مش قاعد يخدم فيه ديما الريتم ميم الكلمات كيفاش يقولهم لازم كلكان يعني يوريك كيفاش تعملهم فهمت اكيد تغني في ستايل جديد خاطر الاغنيه هذيك تحطها على اليوتيوب تسمعها واحد روين ما عرفش في اخر الدنيا مش حكم عليك يعني من الاول هكا فهمت يتقدها بالقدا الحكايه ولا يفك عليك يعني سينو واحد ما يعرفش حاجه يسال اهل الذكر فهمت ديما يقول لي صاحبي وخويا ولا غالب قالوا عليك كرهوني فيك والله بالحق الدومين هذه ماك تعرف تو مثلا عاد قبل ما نعرفوش انا مثلا نتذكره وقتها فما برنامج هذاك بتاع المواهب درا شنيا جا في الاول بالرغم وقت يعني سمعت تيلي ودرا شبيه فك عليك منه نفخه وبعديك عرفت ما كنت محليك ما تكتشف الشخص الكلمات ديما يبعدوك على العبد ولا وهذا ديما يصير لي هاي فرا مش اول مره قصيت عليك برشا لا غير ليه وقت البرنامج لكن ديما يصير لي هذايا واللي بخيجوجي وعبيد تحكي عليا في داري ومعناها ما يعرفونيش ما خالطونيش وما حكاوش معايا وما صحبونيش ويحكيوا عليا في حكايات كبيره 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 الفنانين الكل عادر لا 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 انا بصفه وليد يعرف وبرشا فنانين يعرفوا ربي ان شاء الله ربي بصفه مأهوله بصفه مأهوله ربي يهدي الجميع ما نحبوش نسكر يجبلنا يا زكريا انا اكيد انت انت فنان جميل وعندك جو نبيه جو نبيه وجوك باهي هاو قالك جو نبيه ما نحبش نختم حلقتنا احنا اليوم بنوت خايبه نتمنوا النجاح للناس الكل اللي يقول حاجه ورا ظهرك راهو يقعد ورا ظهرك ديما ديما ابزر القدام وبالنجاح ونتمنوا النجاح للناس الكل انا سيغ سو باش نطلب كلمه الختام نبدا بليليا الدهماني اللي نورتني الليله فضلك ينورك خلي اللي يقول يقول خلي شيخه بالقولين هذيك خدمتهم هم هم يقولوا احنا شيخين على رواحنا وي تو نشوفهم بعد شكون حسيلو شكون يغلب منورة أنت منورة محليك ويعطيك الصحة على الاستضافة وتونسنا بريسك بيتي يعني مش غريب عليك دارك تونسنا وأنا فرحت اللي لقيت حوماني خويا الفنان وأختي العزيزة هذيك إن شاء الله ربي يوفقك وربي إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب وخويا مرحبا بيك وعدوله زيدا ونشكر زيدا خونا الفنان المخرج تاع الحصه صدوق 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 فنان راهو فنان يعطيه الصحه نشكره برشا نشكركم برشا وسكندر الخميسي على لا ميزون بوتي اي هو نسيت خويا الغالي هكا توا هو هكا هكا بيك وفرحان شفت شفت ليه ما يقلقوش هو راه ليه هو مسكين اي ما ليه فرحان بيك خاطر يحبك برشا اسكندر خماسي ميرسي بوكو على الكوافير اللي في ساعه في ساعه وعلى الميك اب ميرسي بوكو ديما ليونونت ونورتنا وديما تنورنا وان شاء الله ديما تنورنا يا ربي ليليا سموحه سماح كلمه الختام ميرسي للناس الكل ميرسي لك انت هاي فوفا ميرسي اسكندر خميسي على الميزون بوتي ميرسي تونسنا ومرحبا بضيوفنا نورتنا ليلي برشا برشا انا فرحانه بك برشا برشا ميرسي يعطيك الصحه سماح لمين ليمن انا فرحان برشا اللي كنت معاكم ونعمل جو ونكتشف وحاجه مزينه على الاخر وحتى يجوني برشا مسجات على انستغرام جماعه اللي تبع عرفت فرحانين كيفاش السهريه ثم برشا جماعه من لي جون ماش تفرجوا في التلفزه عرفت التلفزه بعدوا على التلفزه شويه شدوا انترنت دونك توا ولوا رجعوا شويه التلفزه
فرحان برشا، نشكركم برشا، نشكر كنتي هيفا، نشكر الاصدقاء كل والضيوف نتاعنا القناه، ونشكر مرفت مشكرتهاش سينو ما عادش تلبسني فرح الامام اللي تعمل لي سور ميزور ستيليست اللي تعمل في السراوي العربي كل شيء تونسي وهذاك. يعطيك الصحة ليمن عدولة الفتى المشاكس، ما قلتلكش اليوم حلقة كاملة المشاكس، لا ما شاكستش اليوم هاوكا صافا مريقلين، عملنا جو محلانا. عطيني كلمة الختام. كلمة الختام إن شاء الله ربي كلام الحلو الكل ربي فضلكم، وإن شاء الله بالحق فرحان برشا ليليا وليد ومين وصحابي وأخواتي والفنانين الكل، ماذا بينا احنا نجيبوا فنانين تونس الكل بحذانا اللي يغنيوا واللي يقولوا بالحق، وإن شاء الله راني مانيش أنا ديسيدور، يا فنانين ما تغشوش عليا اللي كلمتوني، راني مانيش أنا ديسيدور، شركة الإنتاج هي اللي تجيب، كلمونا ما يسالش، أما عندنا ضغط كبير دونك هذاك علاش بشوية بشوية تنجيبوكم بقدرة ربي. فرحان برشا اللي تعدت حلقة مزيانة وكهو. يعطيكم صحة، وهنا زيدا نحب نشكر اسي بلاتفورم تي في، فرقة كريم ديل بيرو، نور شيشخان على لي كوستيم تاع الفرقة، بيان سور دي جي امين تركي، فريق الاعداد، كل العاملين في قناة تونسنا، التقنيين، كل ما سهر معنا على برنامج سهرية، وانا نحب نقدم تحية وشكر لسمير ميس مولف سوس وتونيزيا مول على لاغوب، ورحمة العابد سوسة بوغ لا ميز اون بوتي، ونخلي كلمة الختام قبل ما نقول لكم تصبحوا على خير للفنان ولي السعداوي. صريحة حلوة حلوة برشا عجبتني أنا، يعني حاجة خفيفة هكا، عدولة لمنة ما شاء الله، عندنا الدنيا والدونس ومينو وليليا، محلية محلية، فوالا نفلف الحاجة حلوة، إن شاء الله يتفرجوا فينا تعجبهم يعني السواري، فوالا إن شاء الله ديما نعاودوا هكا ودي مخير ومخير ومخير إن شاء الله يا رب. أيا نخليو للسادة المشاهدين مع أغنية. جو كبير نعملوا برشا شتيحة وبرشا جو إن شاء الله. يلا ملا مع وليد السعداوي، ما بقالي كان باش نقول لكم تصبحوا على خير. جوك باهي ومبحبح
الصباح حفالي وديما تشطح جوك باهي ومبحبح حفالي وديما تشطح صلي عني بيرك تربح صلي عني بيرك تربح بقلالي علاش تخمم جوك باهي وان شاء الله ديما زاهي يا وليدي ديما زاهي